بسم الله الرحمن الرحيم. نشرح اليوم التي بي الخاص بمقياس ايروزي ترانسبور سوليدي انفستمون. هذا تي بي يقول لك اننا راحين نخدموا به عليه باه ندير مقارنه نتاع لي فالور دو طو ايروزي دو باسا فيرسون ايتيدي مع باسا فيرسون ايتيدي واحد اخر عن طريق ريجيم هيدروليك سيميلار. باش انا ندير هذا الكومباريزو لازمني ندير حاجه يسموها ديتيرميناسيون le modèle statistique de transport solide le plus représentatif. هذا le plus représentatif كي نديرو نحسب l'érosion بعد ندير الكمباريزون. إذن أنا باه ندير le modèle واش لازم لي نروحو نشوفو في التي بي هذا نخدمو المراحل الأولى نحكيو عليها. في التي بي هذا عندنا يعني دون سيت تي بي أنسويت لي زيتاب سويفونت. نفتحوا الملف تاع الاكسل نلقاو فيه لي دوني التاليين. نلقاو كود ستاتستيك لا دات لور لوتير كونسنتراسيون لو دي بي سوليد. حنا واش رايحين نحتاجو؟ نحتاجو هذون برك كونسنتراسيون لو دي بي سوليد. هذون باش نديرو بهم حاجه يسموها لو تريتمون دي دوني دو ترانسبور سوليد، يعني معالجه المعطيات النقل الصلب. هل معطيات نقل الصلب واش لازم لهم؟ لازم حاجه يسموها دي بي ليكيد. معناه باه نحسب انايا دي بي ليكيد نحسبه بهذه العلاقه كي ال يساوي الكي اس اس، يعني يساوي تدفق الصلب على التركيز. ومن بعد عن طريق الاكسل نعين السحابه النقطيه نتاع تدفق السائل وتدفق الصلب، ومن بعد نعينوا الكوريلاسيون يعني معامل الارتباط نتاع تدفق الصلب مقارنه بالتدفق السائل. اولا نروح نهبطوا الفيشي نتاعنا كيما انا راني مهبطوا، بصح نعطيكم الرابط. الرابط نديرو هكذا، هذا هو الرابط، انا نخليوه في صفحه اليوتيوب لتحت. نهار اللي تخرج لك النتائج كيما هكذا تجي هنا سيليكسيوني عليها بلاسوري تقعد تستنى هكذا حتى تخرج لك. هاي تخرج لك كتيبة هنا اللي عنده الانترنت ماشي كيما راه عندي انا ضعيفة هكذا الانترنت قوية شوية يبان له هنا تخرج له دونالد كيما انا راه عندي الانترنت شوية ضعيفة. نستناو حتى تخرج لنا النتيجة يعني هنا كتيبة. ايوا خرجت لي داونلد. كي نسيليكسيوني على داونلد يهبط لي الفيشي نتاع الاكسل اللي راح نخدم به. روحو لتيلي شارجومو انا ها هو راني مهبطو. واش قلنا؟ قلنا ديتيرميناسيون القيم يعني لي دوني تاع دي بي السوليد ليكيد. معناها نزيدو عمود واحد اخر نكتبو فيه دي بي كي نكتبو هكذا دي بي ليكيد. اذا القانون واش قلنا؟ قلنا هو قيم التدفق الصلب تقسيم التركيز. معناها نديرو تساوي وبعدين نروحو بلاسوري ندير هكذا وبعد نروح ندير تقسيم بلاسوري هكذا وندير اونتري. شوفو كيفاه خرجت لي النتيجة، يعني خرجت لي الفالور غالطة. واش نروح ندير؟ نعاود نمحيها، نعاود هنايا هذون ننسخ هذه النقطة ندير لها النسخ وبعدين نعاود سيليكسيوني على هذون كامل ما راكم تشوفوا باش تخرج لي النتيجة صحيحة. وبعدين نروح هنا ندير استبدال كي رومبلاسو بالفرونسي ندير نقول له وين تلقى لي النقطة بدلها لي بفاصلة نقولو استبدال الكل. قال لي خلاص راني بدلتهم هاو بدلهم كامل. دوكا كي نحسبو ما يخرج لي حتى اشكال. ندير تساوي هذا القيمة تقسيم هذا القيمة وبعدين ندير اونتري. اونتري خرجت لي النتيجة. انا نحوس نخرج القيم الاخرين ندير بلاسوري فوقها هنا. شايف هذا النقطة هذه راكم تشوف فيها؟ نشد عليها بلاسوري نبقى معبز على لاسوري ونهبط.
حتى لهنا عام خرجوا لي القيم. إذن أني حسبت القيم انتاع وينه انتاع الدي بي ليكويد. أنا باش نخرج السحابة النقطية انتاعي نروحوا لهذون نجي لاسوري هنايا نعمل هكذا ومن بعدها نجي هناك نشوفوا كيف تخرج لي الفكرة مي زائد كل أسهم هكذا ونسيلكسيون عليها ونمشي هاي مشات لي. يعني حطيت ولا عندي منا دي بي ليكيد ومنا دي بي سوليد. باش نعين السحابة النقطية نسيلكسيوني عليهم هكذا نحالي نسيلكسيوني عليهم هنا ندير إدراج هنا ونروح هنا للمنحنيات هاي السحابة تلقوها نقاط نياج دي بوا وندير نياج دي بوا. خرجت لي هذه القيمة هكذا باش نتهنى منها أنا نح هذا سيليكسيوني ندير سوبريم هذا سوبريم هام خرجوا لي نتائج. إذا راح أنا نسمي العمود هذا والعمود هذا وش ندير نروح هنا تخطيط انتم راكم تلقاوها عندكم تخطيط هنا نروح هنا عناوين لتيتر عنوان المحور الأفقي ها اللي جاي لتحت وشكون نكتب هنا في الزوجة نكتب دي بي غير نسيلكسيوني ندير دي بي ليكيد بين قوسين متر كيب عالسكوند وندير أونتري هاي خرجت لي. وبعدها نزيد العنوان تاع هذا نروح هنا عنوان المحور العمودي الزوجة ونكتب دي بي سوليد نكتب بين قوسين كيلوغرام عالسكوند وندير اونتري هاي خرجت لي النتيجه. اذا باش مزات لي حاجه واحده اخرى نديروها بشكل لوغاريتمي واش تجي عندي نجي للعمود الاول هكذا سيليكسيوني فوق الارقام هنا وندير هكذا وندير تنسيق المحور تخرج لي هذا نروح مقياس لوغاريتمي ندير هنايا نسيليكسيون فوق العشرة نكتب 0.1 2 3 4 5 6 وندير الواحد وندير اونتري عفوا صح وتجي لهذا ونجي هنا نقولو تنسيق المحور ونجي هنايا ونديرو 0 1 2 3 4 5 6 ويخرج لي هكذا هاو خرج لي بشكل لوغاريتمي صح. إذن هذه هي السحابة النقطية يعني السحابة النقطية نتاعي اللي راح نخرجها هذه هي صح. من بعدها أنا يا نروح ندير معامل الارتباط واش ندير نجي هنا نسيليكسيوني فوق النقاط هام نشوف فوق النقاط كيف يخرجوا لي غير نسيليكسيوني فوقهم ندير هكذا وندير إضافة الخط يخرج لي هكذا نروح لهذا ما قبل الأخير سيليكسيوني عليه ومن بعدها ما التحتانيين قاعدين نقولوا عرض وندير إغلاق هاو خرجت لي المعادلة نتاع الميل نتاع المستقيم هذا المائل وخرجت لي الار هاي وراهي ار مربع. إذا أنا باش نحسب المعامل الارتباط هاي خرجت لي الار مربع وشحال 0.770 وخرجت لي الاخرى ايغريك وش يساوي 1.637 في اكس اس 1.1563 واش معناتها احنا نكتبوها هنا بالمعادله باش تعودوا عارفينها برك. احنا المعادلة نتاعنا اللي خرجت كيفها خرجت بهذا الشكل إيغريك يساوي إيغريك وشنو هو فكرتوني إيغريك هو الكي اس صح ولا لا كي اس يساوي حقا وش قلنا يساوي هو الكي ال 1.637 كي ال
أس شحال؟ واحد ألف. هذه هكذا هنا هاو خرجت لي المعادلة هكذا، هذه هكذا بعض هكذا. شقول المعادلة نتاع الميل نتاع هذا، صح هذا نكبروها تولي كبيرة هكذا بمثل. يعني المعادلة هاي وراهي، يعني كل ما نعطو قيمة للكي ال ونضروها بالأس ونضربو نلقاو الكي اس تاعنا هنا. الار مازال انا نحسبه معامل الارتباط. الار وش عندنا؟ عندنا ار عفوا ار او كاري ايغال 0.770. هذا مازال ما عرفناش المعامل الارتباط، معناها يستلزم نقولوا هكذا خرجوا هنايا يستلزم ان الار صغيره المعامل الارتباط هذا يساوي ادراج المعادله تاعنا هنايا نديرو كسر. واش عندنا هنا؟ الار مربع هذا عفوا هذا هو هذا نكتبو ثاني ار كبيره هذا صح. يعني القيمه اللي نلقاوها نديرو لها الجذر. اذا عفوا صح وتساوي نتيجه اللي نلقاوها حنايا معناها الجذر. الجذر وشحال؟ الجذر 0.770 نتيجة اللي نجدروها نروحوا للآلة حاسبة تاعنا هنايا ونقولوا 0.770 ندير لها الجذر نتاعها. نتيجة شحال لقيناها؟ 0.877. يقول لك انه هاي معناها تقريبا 0.90. معناها اذا هذا واش نقولوا نقولوا هكذا نكتبو بون هكذا كوريلاسيون. دونك بالعربية ولا كذا تشرحوا انتوما تشرحوها بالاخرى نكتبوها بالعربية افضل وانتوما شرحوها فرنسي. تقولوا اذا هناك ارتباط جيد بين التدفق الصلب والتدفق السائل وهذا نقول وهذا يعني أنه كلما زاد التدفق الصلب السائل زاد التدفق الصلب ومنه يزيد معدل التآكل. بالنسبة لمستجمع المياه هذا مكتوب هناك ارتباط جيد. هذا وش كاين في التيبي نتاعك؟ اذا احنا يانا يعني شرحنا بصفه عامه كامل واش رانا رايحين نديرو. دوكا نتوما واش رايحين تديرو باش تعودوا من بان عودوا متصارحين؟ تبدالو نتايا بهذه الفكره تاع
تكتب له قبل، تقول له في هذا تي بي دون سي تي بي بور كومباري لي فالور دو طو دي روزيو دو باسا فيرسون اتيدي بارابور يعني لي زوتر باسا ان ريجيم هيدروليك سيميلار، يعني اون ديتيرميني لو موديل ستاتستيك دو ترانسبور سوليد لو بلوس ريبريزونتاتيف وخلاص وتحبس. دونك يعني اذا من بعدها تبدا تحكي له تقول له نفتح الفيشي، هانا كما راني قلت لك نفتح الفيشي نلقاو هاد الملفات حنايا، تقول له هذه وهذه يعني كما راني كاتب تحبوا تبدلوا تما دبر روسكم تخرج له نهار اللي تخرج لك هاك تكتب له القيمه، تقول له اذا خرج لي المعامل الارتباط هكذا عفوا قبل لهنايا، تقول له كي تحسب هذه القيم هذون تروح تعطي له لي طابلو نتاعك الجداول اللي خرجت لك النتائج كاع تكتبهم له، يعني مادام راك راح دير بحث دير تي بي يعني الجداول راه عندك بالك حتى 12 جدول ولا كذا يخرجوا لك، تعطي له الجداول ومن بعد تقول له وي بعد كي تكمل التصاوير نتاع الجداول داك تكتب له بي ديتيرميني لا كوريلاسيون اونتر لي دي بي لا لا كي تحسب هذا تقول له اون ديتيرمين لي نواج دي بوين، لي نواج دي بوين تعطي له هذه ترسم له هذا تعطي له هذا الشكل وراه عفوا وراه نواج دي بوين تاعنا هنا حيناه استنى اي هذا تعطي له هذا بلا هذه معناها ما تعطيلوش معاه هذا الخط صح، تعطي له هذا الشكل برك تنسخ له هذه برك تحطها في الجدول تاعك مثال هكذا تقول نسخ تجي هنايا تحطها مثلا ها ايوا ومن بعدها راك هنايا تعطي له الجداول تاع اللي حسبت الدي بي ليكيت ومن بعدها تقولوا بار اكسل اون ديتيرمين لي نواج دي بوين وتعطي له ها هما راهم ومن بعدها كي تعطي له تقولوا بوي ديتيرميني لا كوريلاسيون اونتر لي كذا تروح تكتب له تحت هذه الكتيبه تكتب هذه ومن بعد واش تروح كي تكتب هذه واش تروح تعطي له هذا تعطي له هذا ومن بعد كي تقول له تيتيرميني هكذا تعطي له تقول له دونك تكتب له هذه المعادله وتكتب له الار وتكتب له ار كبير الكوريلاسيو يساوي جذر الار مربع يساوي جذر اذا بون كوريلاسيو وتكتب له هذه الجمله هكذا هذا مكان وهذا كملت التي بي نتاعكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.